السلام عليكم، ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ المرة الدرس اللي فات خدنا الجمع وطرح الأعداد الطبيعية، النهاردة هناخد ضرب وقسمة الأعداد الطبيعية. تمام؟ أول حاجة عندي هناخد ضرب الأعداد الطبيعية الأول. تمام؟ طيب زي ما خدنا قبل كده خواص الجمع في الأعداد الطبيعية، مين فاكر فكرني بيهم؟ هي خواص الجمع، أول حاجة خاصية الإغلاق، بعد كده الإبدال، بعد كده الضمد، وخدنا المحايد الجمعي. تمام؟ طيب زي ما خدنا خواص الجمع، برضه النهاردة هناخد خواص ضرب الأعداد الطبيعية. تعالوا نشوف مع بعض معايا. عندي الانغلاق. يعني ايه الانغلاق يا سنة خمسة؟ فاكرين معايا لما كنا بنقول في الجمع الانغلاق يعني ناتج جمع اي عددين طبيعيين، الناتج هو كمان ينتمي لاعداد طبيعية. نفس الحكاية هنا بالظبط، الانغلاق في الضرب لازم ضرب اي عددين طبيعيين برضه الناتج بتاعهم ينتمي لايه؟ لضرب. تعالي نشوف زي ايه كده مع بعض. يعني مثلا 2 في 3، ها 2 ده عدد طبيعي؟ ايوه. 3 ده عدد طبيعي؟ ايوه. طب 2 في 3 بكام؟ 6. الستة الناتج بتاعهم دوت ينتمي للضرب ولا لا ينتمي؟ ينتمي للضرب. يبقى كده عملية الضرب مطلقة في ايه؟ في الضرب. مطلقة يعني مقفولة. يبقى عملية الضرب مطلقة في الضرب، لأن ناتج الضرب ينتمي لإيه؟ للضرب. دي أول خاصية عندي. تاني خاصية عندي خاصية الإبدال. تعالوا نشوف مع بعض، ينفع أبدل زي ما بدلنا في الجمع؟ الإبدال في الجمع ممكن، تعالوا نشوف ينفع أبدل في الضرب ولا لأ؟ 2 في 3 بكام؟ 6. ينفع أقول 3 في 2 برضه ب6؟ أه 3 في 2 ب6. يبقى 2 في 3 هي 3 في 2، ينفع أبدل ولا ما ينفعش في الضرب؟ ينفع أبدل. يبقى عملية الضرب إبدالية في طب. دي تاني خاصية عندي. تعالوا نشوف مع بعض الخاصية التالتة، وهي خاصية الإيه؟ الدمج. الدمج دي اللي هي خاصية زحزحة الأقواس، فاكرينها؟ الدمج اللي هو كنا بنحط قوس زحزحة الأقواس. تعالوا نشوف مع بعض كده مثال، 2 مثلا في 3 في 4 يساوي 2 في 3 في 4. هاي لو حطينا قوس على 2 و3 هي لما احط القوس على 3 وال4، تعالوا نشوف كده، هاي 2 في 3 بكام؟ 6. 6 في 4 هي ب 24. طيب لازم طبعا اضرب اللي جوه القوس الاول. 3 في 4 بكام؟ 12. 12 في 2 برضه 24. يبقى ده الناتج ده هو الناتج ده بيساوي بعض طبعا. يبقى هنا الاقواس مش بتاثر على عمليه الايه؟ الضرب. يبقى عمليه الضرب دامجة في طب. طيب نشوف الخاصية اللي بعد كده، وهي خاصية المحايد الضربي. مين هو المحايد الضربي؟ مين هو يعني ايه محايد؟ يعني مش بيأثر على عملية الضرب. مين هو اللي مش بيأثر على عملية الضرب عندي؟ هو الواحد. الواحد هو العنصر المحايد الضربي في ب. يعني ايه؟ يعني ألف في واحد، طبعا ألف ده اللي هو أي عدد طبيعي، يعني هو بيساوي واحد في ألف يساوي ألف. تمام؟ يعني مثلا واحد في 7 يساوي ايه؟ 7. مش بيأثر على الضرب، أي حاجة أضربها في واحد يطلع نفس الايه؟ الناتج. 10 في واحد يساوي كام؟ 10. يبقى مين هو اللي مش بيأثر في الضرب؟ مين هو المحايد الضربي؟ هو الواحد. طيب مين هو المحايد الجمعي اللي احنا خدناه قبل كده مش بيأثر على الجمع؟ هو مين؟ الصفر. صفر زائد أي عدد يطلع نفس العدد، واحد في أي عدد يطلع نفس الايه؟ العدد. طيب احنا كده خدنا أربع خواص، نيجي للخاصية اللي بعد كده الخاصية الخامسة.
يعني يكونوا معايا. الخاصية الخامسة هي زي خاصية أو ملحوظة كده، اللي هي الضرب في صفر. ضرب في إيه؟ صفر. يعني إيه الضرب في صفر؟ أي حاجة أضربها في صفر تديني صفر. ألف في صفر، ألف ده اللي هو أي عدد طبيعي يعني يساوي صفر. مثلا لو قلت خمسة في صفر يساوي كام؟ صفر. أي عدد أضربه في صفر يدينا كام؟ صفر. يا ربي لو مية، مية في صفر يساوي كام؟ صفر. تمام كده؟ يبقى أي عدد طبيعي أضربه في صفر يساوي إيه؟ صفر. طيب الخاصية رقم ستة، وهي خاصية التوزيع، ودي أهم خاصية عندي في الضرب، خاصية الإيه؟ التوزيع. تعالوا نشوف مع بعض كده. عندي خاصية التوزيع هنا، لو تعالوا نشوف المثال ده، 2 في 4 زائد 7، تمام؟ التوزيع يعني أنا عايزة أوزع العدد دوت على القوس ده، تمام؟ طيب هنلاقي عندنا في القوس دوت يا زائد يا ناقص، هناخدها كمان شوية، تمام؟ هنوزع إزاي العدد الضرب دوت على الجمع؟ دي اسمها خاصية توزيع الضرب على الجمع، تمام؟ هنوزع يعني هنضرب مرة الاتنين دي في الأربعة، ونضرب مرة الاتنين دي في مين؟ في السبعة. تعالوا نشوف مع بعض، اتنين في أربعة، والاتنين دي نضربهم في مين؟ في السبعة. طب هنا في النص في زائد، يبقى أكتب في النص إيه؟ زائد، تمام يا سنة خمسة؟ طيب تعالوا نشوف كده، اتنين في أربعة بكام؟ تمانية، واتنين في سبعة بكام؟ 14، نجمعهم مع بعض تطلع 22، يبقى ده النتيجة النهائي. دي اسمها خاصية توزيع الضرب على الإيه؟ على الجمع. طيب يعني أي عدد كده عندي لو أ في ب زائد ج، هنوزع إزاي؟ هنضرب مرة الألف في ب ونحط الزائد، ونضرب مرة الألف في مين؟ في ج، تمام؟ طيب لو أنا عندي ناقص أ في ب ناقص ج، لو ناقص بقى هنضرب مرة الألف في ب، نوزع كده، نضرب مرة الألف في ب ونضرب مرة الألف في مين؟ ها في ج. طب هنا هحط ناقص بقى عشان هنا ناقص، هنا في زائد، يبقى نحط ايه هنا في النص؟ ايه زائد. دي اسمها خاصية توزيع الضرب على الجمع، خاصية توزيع الضرب على الايه؟ على الطرح. طيب تمام. طيب تعالى نشوف كده معايا مع بعض كده شوية ملاحظات كده مهمة. زي ما خدنا في درس جمع الآلات الطبيعية، أفكركم بالملاحظات اللي احنا خدناها، اللي هو عدد زوجي زائد عدد زوجي يساوي عدد زوجي، فردي زائد فردي يساوي عدد زوجي. نفس الحكاية برضو النهاردة هنشوف الملاحظات اللي عندي دي. أول حاجة عندي عدد زوجي في عدد زوجي ها يعني اللي مش عايز يحفظها يفهمها. اي عدد زوجي، اي عدد زوجي مثلا زي الاثنين، في اي عدد زوجي تاني مثلا زي الاربعه، ها 2 في 4 بكام؟ ب 8، 2 في 4 8، 8 دي عدد زوجي ولا فردي؟ زوجي، يبقى الناتج يطلع عدد زوجي، تمام؟ طيب تاني ملحوظه عندي، عدد فردي في عدد فردي. تعالى نشوف زي مين، ندي مثال واحنا نفهم اكتر. فردي زي الواحد، وفردي تاني زي التلاتة، واحد في تلاتة بكام؟ بتلاتة، تلاتة ده فردي، يبقى الناتج يطلع عدد فردي، تمام؟ طيب لو قلت عدد فردي في عدد زوجي، مختلفين بقى، عدد فردي في عدد ايه؟ زوجي، ندي مثال واحنا هنفهم، عدد فردي يعني مثلا زي التلاتة، عدد زوجي مثلا زي الأربعة، تلاتة في أربعة بكام؟ 12. 12 دوت يعني عدد زوجي، يبقى الناتج يطلع عدد زوجي. طيب نشوف كده واحدة، أصغر عدد أولي في أي عدد، مين هو أصغر عدد أولي؟ مين هو أصغر عدد أولي؟ الاثنين، صح؟ طيب نضربها في أي عدد في الدنيا، نضربها مثلا في 7، 2 في 7 بكام؟ 14، 14 ده زوجي. يبقى أي عدد أولي نضربه في أي عدد يطلع عدد زوجي، تمام كده يا سنة خمسة؟ طيب خدنا ضرب خواصه، وخدنا شوية ملاحظات مهمة، تمام، نشوف القسمة بعد كده نشوف التمرين مع بعض إن شاء الله.
الأعداد الطبيعية. تمام، هل انتي مثال كده واحنا نفهم أكتر؟ لو قلت 6 على 2 هل 6 على 2 تساوي كام؟ 6 على 2 تساوي كام؟ يعني 6 على 2 يعني 2 في كام يدينا 6؟ هل 2 في 3 يعني ناتج 3. طب الكارتة دي موجودة في طاقة ولا مش موجودة؟ موجودة، تبقى تعمل طاقة. طيب لو قلت 6 على 5 6 على 5 تمام؟ في حاجة في جدول 5 تديني 6؟ مفيش، يبقى دي مش موجودة في طاقة، يبقى دي لا ينتمي لإيه؟ طب فمعناها ان انت هيطلع واحد واتنين من عشره. تمام، يبقى هنا ناتج القسمه ينتمي لطب، هنا ناتج القسمه لا ينتمي لايه؟ طب في علامات عشريه يبقى مش عدد طبيعي. تمام، يبقى لا ينتمي لايه؟ لطب. يبقى معنى كده ان عمليه القسمه ممكنه دائما في طب ولا ممكن ليست ممكنه؟ طبعا مش كل الناتج بتاعها هيبقى ممكن، فيبقى كده عمليه القسمه ليست ممكنه دائما. القسمه ليس ممكنة دائما في طب، ليست ممكنة دائما في ايه؟ في طب. طيب تعالوا نشوف مع بعض خواص القسمة. أول خاصية عندي الإغلاق، عملية القسمة طبعا غير مغلقة، عملية القسمة غير مغلقة في طب، لأن لما بقسم هنا أي مش لازم الناتج يطلع طبعا على الطبيعي، ممكن يطلع فيه علامة عشرية، فغير كده غير طبيعي، فنقول عليه غير مغلقة. طيب عملية القسمة غير إبدالية، غير إبدالية في طب، ليه؟ لأني مؤمن لأني ما ينفعش أبدل، يعني مثلا لو قلت 8 على 4، 8 على 4 بتصير كام؟ هي 2، طب هي 4 على 8؟ لا طبعا، 4 على 8 يعني نص، فدي ليه تساوي دي؟ فنقول عملية القسمة غير إيه؟ إبدالية. طيب تعالى نشوف مع بعض هي الخصية اللي بعد كده، عملية القسمة غير دامجة، عملية القسمة إيه؟ غير دامجة في طب. يعني طبعا ما ينفعش ازيح الاقواس، ما ينفعش الاقواس هنا هنحصر فين؟ في القسم. طيب تعالى نشوف مع بعض رابع خاصية عندي وهي مهمة جدا، تمام هنشوف الخاصية الرابعة عندي اللي هي القسمة على صفر ليس لها معنى، القسمة على صفر ليس لها ايه؟ معنى. تمام، القسمة على صفر ليس لها معنى. تعالوا مع بعض كده سنة خمسة نشوف المثال ده، صفر على مثلا صفر على التلاتة بيساوي كام؟ صفر على التلاتة يعني اضرب 3 في كام يدينا صفر؟ 3 في كام يدينا صفر؟ طبعا 3 في صفر يبقى ناتج هنا بكام؟ صفر. طيب لو الله وشقتها، لو قلت 3 على صفر ايه اللي اضربه في صفر يديني 3؟ في حاجه اضربها في صفر تديني 3؟ لا طبعا، اي حاجه في صفر بصفر، فطبعا الناتج هنا ايه؟ ليس لها معنى، ليس لها ايه؟ معنى. مفيش حاجه اضربها في الصفر تديني 3، يبقى هنا الناتج عندي ليس لها معنى. لكن صفر على التلاتة يساوي صفر، يبقى صفر على أي عدد يساوي إيه؟ صفر، لكن أي عدد على الصفر يبقى ده ليس لها معنى، ما ينفعش أقسم على الصفر. تمام عندي كده؟ طيب فهمنا خواص القسم وخواص الضرب، تعالوا نشوف مع بعض مثال كده معايا. ضع الرمز المناسب، الرمز ده والرمز ده ففيهم ينتمي ولا ينتمي
طيب هنشوف مع بعض. طبعا في المثال اللي زي دوت يا سنه 5 لازم الاول احل اللي جوه القوس وبعد كده اشوفه. لو موجود في طه يبقى هنقول ينتمي، لو مش موجود في طه هنقول ايه؟ لا ينتمي. تمام. 0 في 7 هي اي حاجه صفر لسه قايلين بايه؟ بصفر، يبقى النتيجه هنا صفر. الصفر ده موجود في طه ولا مش موجود؟ طبعا موجود على الطبيعي، يبقى نقول ايه؟ ينتمي. طيب 8 ناقص 8 هي 8 ناقص 8 ب برضه بصفر، الصفر ده موجود في طه فبرضه هنقول ايه؟ ينتمي. طيب 6 على 3 6 على 3 في حاجه في جدول 3 تديني 6؟ طبعا 6 في حاجه في جدول 3 تديني 6؟ طبعا 3 في 2 يبقى 6 على 3 تساوي كام؟ 2. ال 2 دي عدد طبيعي ولا مش عدد طبيعي؟ عدد طبيعي، يبقى ينتمي لايه؟ للطب. طيب هنا هنحلها الاول وبعد كده نشوف. 8 على 5 ناقص 5، 5 ناقص 5 دي يعني 0، يعني 8 على 0. احنا لسه قايلين ينفع اقول 8 على 0؟ لا، ليس لها معنى، ما ينفعش اقسم على 0، يبقى دي لا ينتمي. يبقى دي ايه؟ لا ينتمي. تمام؟ طيب هدي شوية أسئلة كده ونقول مع بعض ممكنة ولا ليست ممكنة. تمام؟ نقول مع بعض إيه؟ ممكنة ولا ليست ممكنة. وشكرا ليكم وان شاء الله مع بعض في الدرس القادم ان شاء الله. باي باي، بالتوفيق ان شاء الله. 5